حيث له تأثير على النفس والمشاعر. للحفاظ على التراث والتاريخ وبهدف استمرار الترميم، عقدت جامعة بيرزيت الورشة التوعوية الثانية ضمن أنشطة مشروع تعزيز ثقافة الصناعات التدويرية والاقتصاد الدائري من خلال الابتكار والتعليم في الصناعات الثقافية والإبداعية في المدن المتوسطية بدعم من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع 7 مؤسسات أكاديمية وبحثية ومهنية من الاتحاد الأوروبي والأردن وتونس وفلسطين ممثلة بمدن الخليل ونابلس. هو التوعية بأهمية هذا الموضوع، موضوع الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير، وخاصة في مجتمع لديه كثير من المقومات والكفاءات في هذا المجال، وهذا يشكل عصب أساسي للاقتصاد المحلي، تطوير الاقتصاد المحلي إحنا مش لازم نهمله. عندنا ناس كثير بتشتغل فيه، إحنا كأفراد نعمل في هذا المجال من غير أن ندري أن نقوم بهذا الشيء، سواء كان على مستوى المنزل أو على مستوى المكان الإنتاج أو على مستوى المجتمع. تطوير وإحياء الفراغات العامة عمرانياً واجتماعياً هو عنوان الورشة التوعوية التي تهدف لتعريف المجتمع المحلي والمؤسسات ذات العلاقة بأهمية دور قطاع الصناعات الحرفية في إحياء الفراغات العامة في البلدة القديمة في مدينة الخليل كنموذج من خلال تدوير النفايات الصلبة وإعادة تدويرها. دوري كان في مشروع سوسيو إيربان سيركوليريتي، مهندس ممارس للمهنة بالتواصل مع الحرفيين بشكل المباشر. كان دوري خلق وتوظيف المهارات المعمارية في توثيق البلدة القديمة. هلا أول إشي اللي هو إحنا اخترنا هذا المشروع نظراً لأهمية البلدة القديمة، إنها بتحدد تاريخ المنطقة، بتنسب المباني لسكانها الأصليين، وزي ما بنعرف إن فلسطين مليانة بمخزون معماري قديم، فبالتالي اخترنا هذا المشروع لحتى نعيد إحياء هاي المنطقة. استفدنا من هذا المشروع كان هو نقطة البداية اللي هو مع جامعة بيرزيت، ونقطة مرجعية كمان بدينا فيها مشروعنا، وإن شاء الله رح نستكمل في هذا الفصل. من خلال المساهمة والمشاركة في تطوير الفراغات العامة في البلدات القديمة بالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة، سيتمكن المجتمع من الحفاظ على خصوصية وتاريخ تلك المناطق. لشبكة وطن الإعلامية فرح زحالقة، الخليل.